Coucou les amis, alors lui moi j'ai comme vous soyez d'aller les chaussons. Alors d'abord allez ça vous la pâte des chaussons. Car c'est genre 250 grammes de pain, 200 grammes de zbda ou 100 grammes de lma. Ou d'abord qu'on zide là chouette le melha ou comme dans je mets le gina chouette chouette, mais qu'on ajoute pas, غير qu'on jmeuha ou ça fait. Kif que tu vois la vidéo. الوغ دابا كناخذوا العجينه ديالنا وكنسرحوها شويه بالمدلك باش تندمج ديك الزبده مع العجينه وكنطويوها على ثلاثه ومن بعد كنعاودوا نسرحوها وهاد العمليه كنعاودوها من ثلاثه حتى اربعه المرات كيف كتشوفوا في الفيديو. اي فوالا هذا هو الريزولتا فينال ديال لا بات فيتي ديالنا ودابا غندوزو لا فارس. الوغ بالنسبه لا فارس كناخذو بصله صغيره كنديروها مع شويه الماء وصدر ديال الدجاج وكنخليهم يتغلاو على نار اللي مهيله بين ما طابوا يعني ما عندهمش واحد الوقت محدد. الوغ بينما الدجاج ديالنا كيطيب كناخدو لي زيبينار كنديروهم في مقلة كنديرو معاهم معلقة ديال الزبدة وكنخليهم يتشحرو مزيان على نار اللي مهيلة كذلك أو بيان سور كنزيدو عليهم شوية البزار وشوية الملحة الوغ ابخي ما طابلينا الدجاج والبصلة ديالنا كنصفيهم من الماء وكنزيدوهم على لي زيبينار ديالنا ودابا كنزيدو عليهم شويه ديال الهريسه. الوغ ابخي ما خلينا الدجاج ديالنا ولي زيبينار يطيبو مزيان كنجيو كنصاوبو لاصوص بيشاميل كنحتاجو جوج معالق ديال الطحين وجوج معالق ديال الزبده وكنزيدو عليهم داك الماء ديال الدجاج والبصله بيان سور ما كنلوحوش وكنزيدو عليهم نص سيترو ديال الحليب. وبيان سور كنخلطو كلشي بلوفوي مزيان وكنزيدو عليه شويه الملح وشويه البزار وبيان سور لما عقدتش ليكم البيشاميل دغيا كتزيدو عليها شويه الطحين وكتعقد دغيا. ودابا ابخي ما ودات البيشاميل ديالنا كنزيدوها على لي زيبينار والدجاج وكنزيدو عليها شويه فرماج روج غابي. وهذا هو الريزولتا فينال ديال لافارس ديالنا فريمون كتجي بنينه بزاف. الوغ دابا كناخدو العجينه ديالنا وكنسرحوها ومن بعد كنبداو نقطعوها على شكل دوارات باش كنعمرو فيها لافارس ديالنا.
وهذا هو الريزولتا فينال بعد ما كيطيبوا لي شوسون ديالنا فريمون كيجيو بنان بزاف وكيذوبوا في الفم كنصحكم انكم تجربوهم وبصحه وراحه